فأين كبار عائلة وأين نصائحهم لنشأ المسلمين وتوجيهاتهم للنشأ كي لا يصيروا تائهين وضائعين لكي يترسخوا في أمر دين وتوحيد ويضحوا ناضجين فهل من والديك يجيء نصح إليك لتنصر الحق المبين لتتبع دائما أمر الإله وسنة خير كل المرسلين وتدعو الكافرين المشركين ومن نور الهدى لا يبصرون فإن كان كذلك ذاك شيء عظيم من خصال الأكرمين. موقع لينور الإلكتروني www.linor.com